ما تضايقيش نفسك، كفايه اللي انت فيه ده. كلام يا يوسف ده كلام تقوله؟ انا اسف قوي والله ما كان قصدي. حتى لو هزار ما ينفعش يا رئيسه، ده موضوع ما ينفعش به هزار. انا فعلا بنفذ وصيه المرحوم بكر. ادوني فرصه اشرح لكم. انا قبل ما نسافر كنت ناوي نروح سنه واحده ونرجع، والكل هنا كان عارف ده. واقولهم بكر، بكر اللي شفته ليله السفر. اهلا يا بكر. ازيك يا يوسف؟ كويس اني شفتك قبل ما نروح. خلاص نويت يا ابو حجاج؟ ان شاء الله على المركب اللي طالعه الفجريه على بريه. كل امورك خلصت؟ الحمد لله، شغل مستنيني اول ما نوصل. ما تغيبش علينا بقى يا جدع. هي سنه واحده ان شاء الله، لو كان لنا عمر ندبق قرشين نرجع نشارك بيهم الدهشور على اللانش، ونعوض نصيب ابويا اللي اتاكل منه اوانطه. ان شاء الله هتتوفق وترجع لنا بالسلام. قول لي انت بقى يا بكر، تحب نجيب لك ايه معايا وانا جاي من بره؟ ولا اي حاجه. انت رايح تشقى وتتغرب عشان تلم قرشين، ولا تدور تبعزقهم على شويه هدايا؟ يا عم دي دقه ودي دقه، وانت استجدعت معايا كتير، ولازم نجيب لك تذكار وانا جاي معايا من بره. ده يوسف اني مش منتظر منك حاجه. الله في سماه لا تقول، لان هنجيب هنجيب برضو. خلاص يا سيدي، عقبال ما السنه تلف وترجع لنا بالسلامه يكون فرحي اني ورزق قر. وبيقولوا يعني اليونان فيها شغل مفارش تطريز يدوي حلو قوي، ابقى افتكرنا المفرش يا عم. واتخدت في موال طويل، والسنة جرت وراها سنين، لكن ما قدرتش ننسى المفرش اللي طلبه بكر عشان يكرسها. وده يعني اللي خلانا اقول لك دي هدية من بكر. أنا فاهمة يا يوسف، الله يرحم موتانا. الفتحة له والأموات المسلمين. لضالي ألف حمد لله على سلامتك تاني يا يوسف. الله يسلمك يا رزا. انت يا اختي مش هتقومي على فرشتك معايا ولا ايه؟ يلا. طب استني نجيب لك مفاتيح الدكان. تصور يا رزا، انا ما كنتش نعرف ان جوز رئيسه مات الله يرحمه، وساب لها عيلين وما فاتلهاش ولا مليم. بدات المر هي وعيالها، وقفت بطولها قصاد الفقر والناس اللي مامه لحد قدر يخيلها ولا مال دماغ. بس ما كانتش لوحدها يا رزا، انت كنت دايما معاها كتف بكتف. رئيسة حكتلي على كل حاجة، عملتلها فرشة الفول والفلافل، ودخلتيها شريكة في دكانتك، قسمتيها قرشك ولقمتك، وقوتيها على الظروف الوحشة اللي هي فيها. ونبي يا اخويا بالزيادة لا نصدقك. ما شاء الله يا اختي، سنة على ما تجيبي المفتاح. لا ما هاني كنت واقفة بنسمع الكلام اللي انتوا بتقولوه. دي كنت فاكرة اني همقطع في فروتك؟ ابدا والله يا رزق، داني كنت فرحانة قوي بالكلام اللي انتي بتقولي عليا. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك. اه بس ما تمرعيش قوي كده، ده كلام ابن عم حديث ما تصدقيهوش. طيب اني هنسيبك بقى عشان تفتحي السوبر ماركت بتاعك، واني هنروح نفتح الريستورانت بتاعي. فوتك بعافية. يا عافيك يا صباح الخير يا رزق. وبعد الصباح يا ابو ضب. عاجبك اللي حصل لي ده؟ ده مين اللي عسل اللي امه دعياله في الكعبه اللي اداك روسيه فتح قرنك كده؟ يعني مفيش غيري، قعدت اخبط راسي في الحيط لغايه ما فلقتها. ليه كنت سكران ولا مبرش؟ لا وانت صادقه، كنت مبرش بقرني شطه ومواجود من غزو الحسره. ان شاء الله دايما. وده سببه ايه؟ اتسرقت يا رزق، رسموا عليا التت، لزقني على الحيط وبروزني ومسمرني بشنيور خرم نافوخي. اعدامك كنت فاهمه. ابن اختك فاهم كل حاجه، ومعاد ابن اختك الثانيه. الاتنين معاهم عصابة، شوية عيال صيع، هما اللي نفذوا. ايوه عملوا فيك ايه؟ ضحكوا عليا، قولي بص شوف العصفورة، بصيتها شوف العصفورة، خدوا الغلة وسابوا لي عصفورة مقسومة هنا. أنا كل اللي فهمته من الغاغة دي إن العيال عملوا لك عصفورة ولا اتنين، مبروكين عليك. سرقوني يا رزق، خدوا شقة عمري، وأني نبقى راجل خيخة وأهبل لو فاتوا بيها. أنا توبت على إيديكي وناوي نستمر، عشان كده جيت لك تكلمي الولا بغاور يرجع لي حاجتي. ماذا والا هنرجع للحرف تاني. قالوا انك نزلتي بدري عشان تعدي على ام وحيد قبل ما تفتحي، ايه اللي رجعك تاني؟ انت بتهرب من سؤالي ليه؟ انا عايزه نعرف انتوا خدتوا فلوس المنايل وديتوها فين؟ ومين اللي قالك ان احنا خدنا فلوسه؟ هو بسانه اللي قال لي، خلاني بعد ما فتحت الدكانه بقى دماغي دي عماله تودي وتجيب يمين وشمال، ونقول حصل ايه جرى ايه، والنعمه قفلت من قبل ما نستفتح بنيك. لو جبتيني الكعبل على ملا وش يا رزق. يا حبيبتي دكانة يوسف تحت اللي انت بتتكلمي فيه. خلاص احنا بقى ناس جداد في حياة جديدة،
ده الموجز، بعد ساعة من دلوقتي هسمعك الأخبار بالتفاصيل. ودي يوم ما أعبد، إن ما قلت لي يا مغاوري وديت فلوس المخفي فين؟ أكون هكة وسايبة تكتلي وطفشانة وراحة في أي مطرح، أنا بنقول لك أهو أنا مش من ربي حرامي. مش من ربي حرامي، عبد التعب ده من ربي حرامي. دراعي طه، أنت بتلعبي حديد، حاضر هنقول. أجي سبتهولك دراعك أهو، قول. الحقيقة إن إحنا كنا عايزين نربي له الخفيف، يا يتجن ويخش المستشفى، يا يمشي بالرسالة ويرجع مطرح ما جه، ما كانش فيه الخطة لسرقة ولا لأي حاجة تاني. أني لما غطست وقعدت في أوضة القرار الخلوة بتاعتي، العيال من تلقاء نفسهم كده، هم اللي قالوا يعوروه في الكنز بتاعه، وفي الآخر دي طبعًا كلها فلوس مش بتاعته وسرقها. أيوة ما فهمتش حاجة من اللي أنت بتقوله ده كله، أنت عايز تجنني، أنت عايز تجنني. أيوة يا ليه ياما، ما هي دي الحقيقة. لا، هي دي الحقيقة اللي أنا عايزة نعرفها. تقصد يعني انت عايزه تعرفي وديها فلوس فين؟ حاضر هنقولك على الترتيب كله. الاول فلوس عضله. لا انا ما نقصدش الحقيقه دي، انا نقصد ايه حدوته الحقيقه الجديده اللي كل شويه في بقك زي اللي بنادي فيها. يا خالتي بقى الله، وانت يعني انت تساليني في حاجه وتقومي نط على حاجه تانية وملخبطاني خالص. خالتي انا عندي ميعاد مع استاذ المختار المحامي الساعه 10 بالظبط، يلا انتظرونا. انت يا ولد انت بتكريني وراك كمان. انا عايزه جنب حبيبي قربني كمان. تلا لا انت بتلقح عليا يا بت. انا يا خالتي داني منغني. وتغني ليه على الصبح؟ ما عندكيش شغل تنزلي النهارده؟ اوف هي حصلت. حصلت ايه؟ بتساليني ما روحتيش الشغل ليه؟ قلت لك النهارده اوف. بتعيديها تاني؟ هو انت فاكره عشان اشتغلتي هتشوفي نفسك عليا؟ ده هيجيلك من شعرك. شعري العين يما. ودي يوم اعود ده هينجدك مني العذرائين النهارده. مالك يا عذاره في ايه؟ العين يما. انت بتعملها ليه بس يا رزق؟ اساليها سيبيها خديها حر. فهميني عملت ايه؟ عملها اسود بعد عنك. ما عملتش حاجه. انت بتسالني ما روحتيش الشغل النهارده ليه؟ قلت لها النهارده اوف. سمعتي؟ ايه دي العيبه؟ ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اوف يعني اجازه، يعني مفيش اصحاب الشغل عندهم معرض في مصر ادونا النهارده اجازه. لو النبي هي الاجازه الايام دي بقى اسمها اوف؟ بالانجليزي او دبل اف يعني اوف، وبالفرنساوي وا وا. اضحكي اضحكي ربنا يفرحك بها يا عظيم. يا اختي اضحكي محدش واخد منها حاجه. وبعدين هي دي الطريقه اللي بنتكلم بيها في الشغل دلوقتي، ما عادش حد بيقول الاستاذ فلان راح ولا السيد فلان قال، في حاجه اسمها المستر فلان راح والمستر فلان قال. ده على كده الولا بقى معذور لما كل شويه يقعد يقول لي حياه جديده حياه جديده. نبي عنده حق مستر مغاوري. يعني نعمل ايه بالظبط؟ تعمل كل اللي انت عايزه. كل اللي انا عايزه ازاي؟ يعني نبتدي منين؟ نعمل ايه؟ نروح فين؟ ابويا الحاج صالح قال لي ان انتوا هتشرحوا لي وتفهموني وتوجهوني. واحنا جاهزين يا مغاوري. الاستاذ عصام دلوقتي يوصل من مصر، وهو زي ما اتفق مع الحاج صالح هيبقى سكرتيرك الخاص ويلازمك، وهو حافظ كل ما يتعلق بالشغل. بس قبل ما ندخل في الشغل يا مغاوري، حياتك الخاصه لازم تتغير طبعا. يعني الحي اللي انت ساكن فيه، البيت، مظهرك، كل تفاصيلك الشخصية، لبسك، أكلك، مصاريفك. تحب تسكن مثلا في شقة فخمة ولا فيلا؟ وبعدين في أي حي، في جليم، في كفر عبده، في رجل. هسيب السيالة؟ ما ينفعش. لا ما ينفعش. وهو ينفع برضه تبقى بليونير ومعاك ثروة مهولة زي دي وتسكن في بيت نصه واقع في شارع أبو نار في السيالة؟ ما تجيش برضو. ها اكيد. طب ما انا عندي فكره. قول. مش هاني بقيت مليونير ومعايا ثروه مهوله؟ اني اغير السياره بحالها، نهد السياره ونجيب بقى ايه النظافه بقى، نجيب الكير سيرفيس بقى وننظف ونبني بدل القديم جناين وفلل وشوارع واسعه بقى ونظبط المنطقه ونوزعها على الفقراء والمحتاجين، مش كده؟ كده. لا يا حاج ما خلصناش. بيتك دي بتنا واللي يدوس لها على طرف نقطع رجله ونكسحه.
ما تشيلش هم يا حاج، سيبلاني الموضوع ده وانا هنتصرف فيه وان شاء الله هكون راضي. مع الف سلام. طول ما وصل يا حاج. اهلا وسهلا. ابنك مكانه؟ مكانه حاج. خير يا معلم، عاوز مني ايه تاني؟ ما لحقتش نوصل لحاجه في الموضوع اللي كلمتني عليه. انا اللي وصلت يا طولياني، وبعدت نجيبك عشان نشكرك ونقول لك خلي عنك. يعني ايه عدم المؤاخذه؟ اصل سعد الله ظهر. سعد الله ظهر؟ كلمني في التليفون من ايدكو. ايدكو؟ سعد الله كلمك من ايدكو؟ ايوه. مالك بلمت كده ونزل عليك سهم الله؟ سهم الله ليه؟ يعني بس بنستغرب ازاي راح ايدكو وما نزلش على بيته في اسكندرية. ومين قالك انه ما نزلش الاول على بيته؟ ايدكو ده لسه مسافر لها امبارح، وهناك افتكر الله يكرمه ان التجوري بعتلي معاه امانة من ليبيا وقال لي ان هبعتها لي مع صبي من صبيانه. وبعتها؟ اديني مستني مرساله. تعرف اختار مين عشان يبعتها لي معاه؟ ابراهيم ابن عمك ابو زيد. احنا كلنا خدامينك يا حاج، والولا هيما واصل اهو. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا عم الحاج. سلام ورحمه الله وبركاته يا هيما. عم سعد الله بعت لحضرتك الامانه دي، بيقول لحضرتك عدها واتصل بيه في التليفون طمنه. ده اكون من ابو 100 وباكو من ابو 50، يبقى كده تمام متشكرين. العفو يا عم الحاج. استنى يا واد، خد ليك. الف شكر يا عم الحاج، ربنا يخليك لينا يا رب. زعاجلك بقى فرير يا عم الحاج. اهلا اهلا عم الطولياني، ازيك يا حبيبي؟ وحشني. ليه ما يا ابني؟ عشان خاطري. خلي بالك من الفلوس اللي انت خدتها من عمك الحاج، ها؟ ما تروحش تلعب بيها كوتشين؟ حاضر يابا، ان شاء الله مش هنروح. سلام عليكم. شفت يا طولياني ان المال الحلال ما يضيعش. مبروك رجوع مالك يا حاج. اقعد نسوق شاي. متشكرين، عندي شغل. نقول لك ايه يا وزين، خد بالك من ابنك وخلي عينك عليه، الولا حرك وفنط والوقت وحش قوي. سمعت يا حاج؟ سمعت. بيستحلف للولا ولا هيقدر يمس شعر من راسه. المنظر اللي حصل النهارده هيرعبه ويحسسه انه انكشف. وحكايه سعد الله رقداله. تفتكر يا حاج ان هو اللي قتله؟ صحيح. ملهاش تفسير تاني يا ابو زيد، انا حاسس اني مسؤول عن دم المسكين ده. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ انت ذنبك ايه بس؟ مش فلوسي هي اللي خلت المجرم المعفن ده يقتله عشان ياخدها؟ مالك حلالك ورجع لك يا حاج، هو بقى حسابه عند ربنا. ربنا قال في كتابه العزيز: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. صدق الله العظيم. وانا مش هنسيب كلب زي الطرياني ده يفلت بجريمته، وده عهد عليا. ده الولد ده الفلوس قدامي، والمعلم قرد ده قعد يعدها. باكوين من ابو 100 وباكو من ابو 50، 25,000 دولار اخطر. اديني عقلك. عقلك اعمل ايه بزفتك؟ اديني جزمتك نضرب بيها نفسي. ما ترحم نفسك بقى يا جدع وكفايه. ملعون الفلوس. الله، اللي اتاخد منك النهارده هتاخد اكتر منه بكره. ايوه، وان الحسره هتموتني وحنفي ده لازم نلوشه ونقرصه قرصه تطلع بدمها. الله، وحنفي ده هو اللي طلع لك عفاريت الميضه؟ هو اللي خدك فسحه على الكورنيش وخد منك الغله؟ الله، بعد ما تنساش انه خالي. خالي ولا خالتك؟ ده خزنته عمرانه وتجارته مستفه ذهب. هاخد انا ايه من شويه العيال الفقريه دي؟ الله، ليه؟ نسيت مغاوري؟ اه يا مغاوري يا حبيبي يا امل حياتي، ازاي انسى؟ حد ينسى حياته وقلبه في دقاته؟ فهموني ازاي انسى؟ فهموني. عين عليك يا تلباني. او كده الكلام مغاوري حبيبنا كلنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا عندك سماع الموبايل؟ ماركته ايه؟ اهو. لا والله الموبايل ده لسه سماعاته ما جاتش. طب ممكن تقول لي الاقي فين الباشمهندس مغاوري مصالحي؟ باشمهندس مغاوري؟ اي، انت تعرفه؟ عاوزه فيه يا باشا؟ الله،
وحضرتك تعرفه؟ الله، ده احنا الاثنين حبايب، واحنا كده كده معاه على طول. انا جاي له من طرف اهله اللي في مصر. يا مرحب، يا اهلا، يا اهلا وسهلا. يا نورك يا نورك يا منور قوي قوي. ايه، نجيب لك شاي ولا ازوزه؟ يا ماما انا فاهم، انا بس شايف ان احنا نستنى شويه لغايه ما نقابل عبد الحليم بركات الليله ونعرف هيقول ايه. احنا مش ساكتين ولا حاجه، وياسر في اسكندريه بيشتغل. ايوه طبعا، بيحاول يشوف ناس يمهدونا الارض قبل ما نظهر احنا في السور. يا ماما ارجوكي، احنا عارفين بنعمل ايه كويس. خلاص، لو في اي اخبار جديده هبقى اتصل بيكي. مع السلامه. ها يا اساتذه، ياسر ما اتصلش باي حد فيكم؟ كلمني وقال لي معاه في اتنين مهمين قوي في الحي اللي اسمه السياله ده، ويعرفوا الولد ده كويس. انا برضه عملت شويه اتصالات بناس معارف وقرايب، ناس في امن الدوله والمحافظه والمباحث العامه. هيجي لي داتا كامله عن مغاوري والناس اللي عايش معاه. كويس قوي كده. انا كنت بفكر ننزل اسكندريه بنفسينا، نبقى قريبين، امال هنشوف اخوك اللي طلع لنا في البحث الجديد ده. مشتاق تشوفه قوي يا اخويا، بكره تزهق منه. لا بجد، ايه رايك في الطرح؟ ماما كمان بتقول كده، بس انا شايف ان احنا نستنى لغايه ما نقابل المحامي الليله ونعرف هيقول ايه. بالمناسبه، عبد الحليم بركات بيقولوا عنده مكتب في اسكندريه، بيقولوا مشغل فيه 10 محامين. زي مكتب مؤنس، بس مكتب مؤنس هناك ما فيهوش غير محامي واحد. طب ايه رايكم يا جماعه لو عملنا اتصال بيه؟ قصدك يعني نكلمه من ورا مؤنس؟ وليه لا؟ والله فكره. خلاص، كلم ياسر على الموبايل وخليه يحاول معاه. الو، ايوه، مين؟ مين؟ عزت بيه؟ اهلا عزت بيه. مش سامعك، استنى اقفل الازاز. ايوه عزت باشا، كده سامعك كويس. عارف له مكتب هنا ورا الغرفه التجاريه. اسمه ايه بقى المحامي اللي ماسكهوله؟ مختار عبد الستار. اوكي، هعمل ابروتش كده واشوف ميته ايه. اي تعليمات تانيه؟ مين؟ لا، دول جوز حصاوي معتبرين هينفعونا قوي. يلا باي. مغاوري ضرب لخمه ومش عارف يعمل ايه يا استاذ. تصور سعادتك، بيقولي نشتري السياله كلها ونهدها ونبنيها عمارات وفيلل ونوزعها على الاهالي. ده شيء طبيعي يا مختار، الخضه جامده تلخبط اي بني ادم، فما بالك بقى بشاب في ظروف. عموما الفتره الجايه حاولوا كده انكم تفهموه بهدوء ان المشروعات الخياليه اللي هو بيفكر فيها ما تنفعش، مش ممكن. ايوه، عشان القيود اللي حاططها هو على حسابات والمشروعات. فهموا ان المساله ما هيش سبهلله، ما هيش جهجهوني. مفهوم مفهوم يا استاذ. وعصام عامل ايه دلوقتي؟ عصام لسه ما وصلش من القاهره، بس اتصل من شويه وقال انه داخل اسكندريه. حاولوا في الفتره الجايه انكم تكونوا الدماغ اللي بتفكر له. عصام بالذات لازم يفضل معاه على طول، يلازمه زي ظله. اوكي يا فندم، تحت امرك. مع السلامه يا استاذي، مع الف سلامه. الاستاذ ياسر الحوفي عايز يقابل سعد. ياسر الحوفي؟ انا ما نعرفش حد بالاسم. واضح يا فندم انه زبون جديد. طيب خلي شفيق يشوف. الاستاذ شفيق لسه ما رجعش من المحكمه. عصام وصل، عصام وصل استاذ وبيرك. طب جميل، قابله انت بقى المغاوري في صالون المكتب على بال اني ما نشوف الزبون ده. ماشي، بس انا جعان وعايز نتغدى، عندكم دليفري؟ حاضر. ماشي، ده خلي اسمه ياسر ده ادم يطلب لنا اكل كباب علشان احنا نتغدوا بيه. حاضر يا استاذ، اتفضل يا سعاده البيت. مساء الخير يا بيت. اهلا وسهلا، مساء النور، اتفضل. عاجبك اللي حصل ده؟ باين يا صاحبي، الزبون ده تبع ناس مش عاوزين مغاوري يتلايم على فلوس ابوه. طب ما اللي محيرني مين الناس دول؟ اكيد تبع اهل الراجل، ولاده التانيين مثلا. طب كانوا فين من زمان يا غرغر؟ لا لا، الحكايه كده مش مترتبه، واني ما نحبش نمشي في الضلمه وما نشوفش شبر. قصدك ايه يعني؟ هنرجع في اتفاقنا اللي اتفقناه مع الراجل؟ لا مش هنرجع، بس زي ما بيقولوا في الصيف صايم، رجل كده ورجل كده، بس ما نفرشحوش قوي. انا لغايه دلوقتي مش قادر نفهم ايه الغرض من زيارتك ليا يا استاذ ياسر. انا اسف اذا كنت رغيت كتير قبل ما ندخل في الموضوع، بس كنت عايز نتعرف الاول. جميل، انا الاوان بقى ندخل في الموضوع. شور، أنا جاي من طرف عزيزة هانم الحمولي. عزيزة هانم الحمولي؟ اسمح لي أنا ما تعرفهاش طبعا. هي تبقى أخت صالح بك الحمولي. أظن مكتبكم هو اللي ماسك له كل شغله. فعلا. بس ده المكتب بتاع مصر، مكتب الدكتور مؤنس. الست عزيزة هنا في اسكندرية. وبعدين؟ إيه اللي نقدر نخدم بيه عزيزة هانم؟
والله هي مكلفاني نعرف من حضرتك عنوان الحاج صالح في البلد اللي راح يتعالج فيها، علشان في موضوع مهم وخطير جدا لازم تبلغه له هي بنفسها. واني قبل ما نيجي لحضرتك سالت في القاهره الاستاذ طلعت واسمه هنا، قالوا لي ان مكتبكم هو اللي متولي كل مصالح الحاج وانتوا بس اللي تعرفوا عنوانه. شوف يا استاذ ياسر، هو صحيح مكتب الدكتور مؤنس هو اللي ماسك مصالح الحاج الحمولي، لكن احنا ما عندناش عنوان، وحتى لو عندنا عنوان احنا ما نقدرش نديه لاي انسان مهما كان. مع احترامي طبعا للست عزيزه هانم، وحضرتك تقدر تبلغها ان دي اوامر الحاج نفسه. انا بقالي مع الحاج صالح اكتر من 12 سنه، سكرتيره الخاص وراجله اللي ما بيفرقوش الا ساعه النوم، دايما بيأتمني على اسراره الخاصه واحواله الشخصيه، ما سافرش اي سفريه جوه مصر الا وانا معاه. لكن في الحقيقه عمري ما سمعت الحاج صالح بيتكلم عن اصحاب او قرايب او شفت حد جه زاره. لكن مره من حوالي 10 سنين كان الحاج صالح هو اللي بيدير شغله بنفسه، كان بيحب يروح مكتب الشركه في شارع الازهر، كانت كل مقابلاته تقريبا هناك. في اليوم ده كانت اول مره اعرف ان الحاج صالح ليه قرايب. اليوم يتفضلوا يا عصام. حاضر يا حاج. اتفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا، إزيك يا معلم بلوي؟ أهلا أهلا وسهلا. أهلا يا حضرة. أهلا بيك. إيه مش فاكره؟ ده عبد أخويا. أهلا 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 وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل يا أهلا وسهلا. اقعد يا عصام. حاضر. أهلا وسهلا. أهلا بيك. إزيك يا معلم؟ الحمد لله. وإزاي أختي عزيزة؟ أختك زعلانة منك قوي يا أستاذ صالح، كانت عشمانة فيك جامد وما كانتش تتصور في يوم إنك تخلى بيها. والحقيقه احنا جايين لك من وراها، واني شخصيا ماليش نتحاشر بناتكم، اني جاي قصدك في مصلحه. اخويا بدوي قال لي مفيش غير نسيبي صالح هو اللي يخلصها. انا مش فاكر بالظبط تفاصيل الموضوع اللي الاتنين دول جم عشانه، لكن كانت دي اول مره اعرف ان صالح بيه ليه قرايب. يعني الحاج صالح ليه اخت فعلا اسمها عزيزه؟ لاني كنت شاكك في كلام ياسر ده. والله ده اللي انا فاكره يا استاذ مختار. يعني الست دي تبع عمتي؟ الله، عيب هم بيزار واحد ورا التاني. عمويا ومين عمتي شوية فعلي عم اخواتك يا مغاوري بيه. مغاوري بيه؟ ايه انت مش كنت مش بتقول لها مغاوري؟ ايه اللي خلاك كده تزرر الزراير وتشد الكرافته وتقمط المنظر تاني؟ نسيت، لكن الاصول اصول ولا هي متر يا عصام؟ نديله بشكل بيعجبه. مغاوري عايزك ترفع الكلفة عشان تقربوا من بعض. ده شرف ليه؟ عشان بقيت صاحب الهلمة. مالهم اخواتي عصام؟ بيتهيألي آن الأوان بقى عشان تعرفهم ويعرفوك. يعني ما عنديش مانع. هما فين؟ ما تستعجلش يا مغاوري، أكيد هما اللي هيجروا لك بالمشوار. لهجتك كده فيها رنة قلقاني، زي ما تكون تحذير إنذار حاجة كده. أنا هنسألك سؤال، أنت فرحان إن طلع لك إخوات وقرايب؟ طبعًا طبعًا. أيام اللي كان ما كانش ليا غير خالتي رزقة وخالتي عظيمة والصلاة وإدارة وأحمد سالم كده اللي هو يبقى ابن مين كده قريب، يعني تبع ام قريب ام يعني. وتفتكر اخواتك زي كده فرحوا ان طلع لهم فجاه اخ من تحت الارض وقال لهم اني هناخد التورتايه كلها وانتوا كفايه عليكم الفتافيت؟ اني ما خدتش التورتايه غصب ولا بالعافيه، ابوهم هو اللي عمل كده. فاجئهم واختفى، هيجيبوه منين بقى عشان يحاسبوه او يقنعوه يغير كلامه؟ بالظبط، يعني ما فيش قدامهم غيرك. اهلا وسهلا، يجوا نتفاهم. يا حلاوتك. قول له يا سذاجتك، هو انت فاكرهم زي اهل سياله ولا مقاطيع قهوه شحته ولا زي الطلياني اللي طلعت له عفاريت الميضه؟ انت عرفت؟ يخرب عقلك، ده انت طلعت نمره. سوري، هما مش بيقولوا كده برضو؟ سوري؟ اني سوري؟ مغاوري خد الامور بجد شويه. ايوه يا مغاوري، عيلة الحاج صالح في القاهرة مش هتهزر ولا هتيجي تتفاهم معاك زي ما بتقول. زمانهم قاعدين على نار واكيد بيدبروا حاجة. بيدبروا؟ دول ابتدوا خلاص. تقدر تسأل نفسك مثلا اشمعنى دلوقتي بالذات ظهرت الحاجة عزيزة وبتسأل على اخوها؟ ورتبت مع الحاجة عزيزة ولا لا؟ ايه؟ بتقول ايه يا ياسر؟ مش سامعك يا اخي. علي صوتك شوية. ها؟ طب خليك معايا لحظة. ده بيقول ان عندها في البيت. بيتكلم من عندها دلوقتي. اتاريه ما تكلمش من على الموبايل. ياسر الحوفي ده عفريت، مش قلت لكم محدش هينفعنا غيره؟
خلينا في المهم بس، دي عايزه تكلمني في تليفون وانا لا عمري شفتها ولا كلمتها قبل كده. وماله؟ شوف ايه النظام. ايوه يا اسف، ايوه اديني اكلمها. الو، ايوه يا حاجه، انا طلعت ابن اخوكي. تبقى ابن عصمه النمر. الحاجه فايقه ما جابتش ولاد، جابت بنتين بس، فاتن والتانيه اسمها ايه يا حاج؟ شهيره يا حاجه. ايوه شهيره. انت ليك بقى اخوات شقه، ولد كمان وبنتين، انما الجدع اللي انت بعتهولي ده ياسر يا عزيزه هنا. ايوه ياسر بيقول كلام غريب قوي، بيقول ان صالح اتجوز جوازه ثالثه وخلف منها ولد. يعني ايه؟ لا انا مش فاهمه. انا هفهمك كل حاجه من اول وجديد. ما تقاطعهاش. متاسف. خلاص يا ابني خلاص. انت بتقول لي اسمك ايه؟ طلعت. خلاص يا طلعت، ابقى تعالى زورني في اسكندريه ما دام ابوك خفي في 60 سلامه. انا مستعده اوصل الود معاكم، بس نفتح الحساب من جديد والحقوق التايهه ترسى على بر اصحابها. فاهم؟ مع السلامه. قول لي بقى يا سيدي وفهمني لحسن، انا مش فاهمه وفهمي على قدي، مانيش رقمه وبفهم زي البهوات بتحكم دول المقطقطين المدقدقين اللي زي حالاتك. العفو يا عزيزه هاني، ارجوك ما تزعليش مني، انا ما اقصدش حاجه ابدا من اللي بتقوليه ده. لا فندي، قصده ان الموضوع ملعبك، وان الحاج صالح راح وساب وراه فوازير وكلاكيع عايز النفر مننا ناخدها بالراحه عشان يحلها. وماله؟ قول يا سيدي بالراحه وانا ودني مطرطقه اهي. باين عليها ست مش سهله. واضح من مكالمتها ليا في التليفون دلوقتي، حسيت انها شخصيه قويه جدا. واضح كمان انها مش بتعز ماما خالص. ولا بابا، مش بتقول لك مدام خفي يبقى نتصالح؟ اكيد كان بينهم مشاكل وخلافات كتيره، ولا كنا شفناها من زمان؟ وانت افتكرتها ازاي دي يا طلعت؟ حفرت عليها في انهي صحرا؟ ابدا يا سيدي، انا كنت بقلب في المكتب بتاع السيد الوالد في الفيلا، هو طبعا مش سايب اي حاجه ليها قيمه، كلها اوراق قديمه ملهاش اي معنى. فتحت الدرج لقيت اجنده قديمه كده زي ما تكون ما اتفتحتش من سنين. ببص في الاجنده دي لقيت اسم الحاجه عزيزه وعنوانها في اسكندريه، معاها جواب قديم كده كانت كاتباه لبابا من حوالي 20 سنه، بتكلم فيه عن حسابات قديمه كانت بينهم. قلت ما اعرف ميتها ايه، انها ممكن اول فدنا في موضوعنا، خصوصا انها متجوزه وعايشه في اسكندريه من سنين. كان لازم تقولي من الاول. اف يا ساتر، انا عمري في حياتي ما شفت واحده بتكره اخوها زي عمتك عزيزه دي ما بتكره باباك. اكيد كان في بينهم مشاكل. مشاكل وبس؟ ده المشاكل اللي بينهم ولا المشاكل اللي بين امريكا واسامه بن لادن. بس متهيألي يا سوما الوضع دلوقتي اختلف، ده كان واضح من كلامها معايا. بس زي ما قلت لك التعامل معاها يبقى بحذر. يا سوما انت خارجه ولا ايه؟ اللي خارجه دي واحده مش رايحين لعبد الحليم بركات المحامي؟ ايوه يا سوما، احنا ده اللي هو انا ومجدي، حضرتك خليك مستريحه هنا. لا يا حبيب قلبي، ده انا قبلكم يا روح سوما ومن هنا ورايح، مفيش اي خطوه ولا اي اتفاق معرفوش. اوكي يا سوما براحتك، احنا بس كان قصدنا ان... قصدنا ايه يا طلعت؟ قصدنا ايه؟ طبعا احنا الرجال واحنا اللي هنتحرك، واي مصالح لماما احنا اللي هنراعيها، ويمشي عليها اللي يمشي على مصالحها. ايه؟ يمكن ناقصه ايد ولا رجل، ولا يمكن اكون بنت طايشه. اسمع يا واد، انت هو ابوكم عمل عملته السودة وزاغ، هرب، رمى الجوانتي في وشي زي ما كانوا بيعملوا في اوروبا ايام الفرسان زمان لما كانوا بيتحدوا بعضهم للمبارزه، وانا اعتبرته بيتحداني وبيقول لي دلوقتي شوفي انا زنقتك في الكورنر ده، وريني بقى انت واولادك هتعملوا ايه. وانا قبلت التحدي وحاسبه، وانت واخواتك هتقعدوا ورا لحد ما اقول لكم هتنفذوا ايه اللي انا عايزاه بالظبط. ايه ده؟ ايه
ايه اللي بيحصل ده؟ امبوسيبل. ايه في انت كمان؟ فين شعراوي؟ وفين حنان؟ مشوا اختك مدام شهيره حرضتهم ومشوا معاها. معقوله؟ ايه ده؟ شعراوي كمان مشي؟ رمال استقالته النهارده الصبح. طب واحنا يعني ما جبناش حد بدلهم ليه؟ وبعدين انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ سناء واصحابي جايين يتعشوا معايا على البسين النهارده. الشغالين اللي هنا يسدوا لغايه مكتب التخدين ما يبعت لنا طقم جديد بكره. يلا يا ولاد هنتاخر على المحامي. اتفضلوا الاستاذ مستني. يا اهلا وسهلا. اهلا بونسوار. بونسوار يا قدم لك طلعت ومكتي اولادي. يا اهلا وسهلا. بونسوار يا مكتي. اهلا اهلا واولاد صالح بيه طبعا. طبعا. تفضل تفضل. لا لا من فضلك قول الاسم ده تاني كده. عزيزه مش عارف يا اخي في ذكرى بتخيلني بس مش متاكد. لازم ارجع لملفات الحاجة صالح القديمه اللي كانت فيها القضايا بتاعته قبل ما يسيبنا نختلف مع بعض. عموما اسمع يا مختار اللي انت عملته ده صح استمر فيه وما تديش اي بيانات عن الحاج صالح لحد ما اتصل بيك. هكلمك بكره ان شاء الله. مع السلامه. عزيزه الحموده اسم ده مش غريب عليك. تحت امرك يا سعاده الايه. اسمع منصور عايزك تطلع لي ملفات الحاج صالح الحمولي القديمه اللي موجوده في الارشيف عندك وتشوف لي فيها اي معلومات او بيانات عن واحده اسمها عزيزه الحمولي. عزيزه الحمولي اخت الحاج صالح اللي اتهمته سنه 79 بالترديد لعدم سداد وايصال الامانه اللي كانت واخداها عليه ب 4000 جنيه وحضرتك طعنت بالتزوير على الايصال ده. بالظبط كده. وتقرير معمل الجناية أثبت التزوير واترفضت القضية والنيابة بعد كده حققت في جناية التزوير. لكن حتة موال. بس برافو عليك منصور أنت أرشيف المكتب الحي. رأي ابن نبيل ما سماك الأرشيف المحمول. أنا تحت أمر سعادتك يا غيه. حضرتك هتأمر لي بالمكافأة. الدكتور مؤنس ده أستاذي وأول ما مارست المهنة كان في مكتبه. اتعلمت منه كتير وشرف ليا ان اقف قصاده في قضيه زي دي. حضرتك قريت الملف اللي بعتناه لك يا متر؟ طبعا. ومسي لانكم وفرتم وقت علينا كلنا. طب وراي جنابك ايه يا متر؟ رايي ان الدكتور مؤنس عمل الترتيبات اللي طلبها صالح بيه باحكام. خلاها زي الدشمه المسلحه اللي ما ياثرش فيها اي ضرب. يعني ايه فهم؟ ما اخبيش عليك يا هانم انا ما اكتفيتش برايي. وطبعت الملف ده 3 نسخ ووزعته على أكفأ 3 محامين عندي في المكتب. والتلاتة كان رأيهم الرأي. الإجراءات القانونية سليمة وما فيهاش أي سقطة. معقولة يا أستاذ؟ يعني ما فيش فايدة؟ أنا ما قلتش العبارة دي يا أستاذ مجدي. ممكن حضرتك تشرح لنا أنت تقصد إيه بالظبط؟ قصدي أي محامي غيري مهما كان كبير أو ضليع أو عنده خبرة بمنتهى البساطة هيرفض القضية دي ويقول لكم إنها خسرانة خسرانة. وتبقى وجهة نظره من ناحية الحكم القانوني سليمة ومظبوطة. بس أنا بقى بحب التحدي. وقضية من النوع ده بتفتح شهيتي. بتخليني أطلع كل أسلحتي اللي متشالة في الفاترينة أنفضها وأجليها وأخليها جاهزة للمبارزة. خصوصاً إذا كان الخصم اللي قدامي بعظمة ومقدرة الدكتور مؤنس. ولأني ما بحبش الخسارة فأنا بطمنكم. قضيتكم دي ملعب رجبي. حد فيكم يعرف لعبة الرجبي؟ أحياناً بشوفها على القنوات الرياضية في الدش. مش دي اللعبة اللي بيتلموا فيها اللعيبة على بعض ويضربوا بعض لحد ما واحد ياخد الكرة فيهم؟ تقريباً. بس أنا هضرب مثل تاني علشان أقرب المعنى لإسمة تاني. حضرتك طبعاً بتشوفي أحياناً المصارعة الحرة. بس ما بحبهاش. المصارعة دي كل حاجة فيها مباح. الضرب وفي أي مكان وبأي أسلوب مشروع أو غير مشروع. ولما تبقى المباريات حقيقية مش
مش تمثيل زي اللي احنا بنشوفه في التلفزيون. اللعيبه بيكسروا بعض وبيطلعوا بعهات مستديمه وبتوصل احيانا للشلل. يا ساتر. معاكي حق، بس بلفت نظركم ان قضيتكم ممكن تبقى كده، كل شيء فيها مباح، والحاجه الوحيده الممنوعه هي الهزيمه. ده راجل اسطوره، شفتوا مساحه مكتبه قد ايه؟ ده واخد دور بحاله. شفتوا كميه المحامين والموظفين اللي عنده قد ايه؟ ما هو كمان هيلدع قد ايه؟ هياخد 100,000 جنيه سواء كسبنا القضيه او خسرناها. مش مهم، المهم انه واثق من نفسه ومن قدرته على انه يكسبها. ما هو باين عليه واخدها تحدي مع مؤنس. اللي زي مؤنس ده خلاص راحت عليه، ومن بعد القضيه دي هيقفل مكتب. الو، مين يا فندم؟ اهلا، اسمك هاني. اهلا يا متر، اخبارك ايه؟ الحمد لله شكرا. اموري حضرتك؟ اخبار الولد ايه؟ انهي ولد؟ اللعبه اللي جبتها انت وصالح عشان تلعبوا عليا بيها انا واولادي. قصدك مغاوري؟ بس ده مش لعبه يا هانم، ده انسان من دم ولحم، نفس دم ولحم ولادك يا هانم، ولاد صالح الحمولي. بقول لك يا متر، بلاش بقى افلام حسين رياض وامير عز، الله يخليك. مش يعني الناس ما بقتش تصدق الافلام دي. هيكسروا الكراسي ويصفروا ويقولوا خلاص بقى سيما او انت هاتوا فلوسنا. عموما انا اسف ان افلامي ما عجبتكيش، بس طبعا حضرتك ما كلمتنيش عشان نتكلم عن السينما. انا بس حبيت ابلغك قبل ما تتفاجئ. عموما كل مفاجاتك سعيده جدا يا هانم. حتى لو كانت القضيه هيرفعها عبد الحليم بركات؟ لا، سكت لي يا دكتور. مفاجأة غير سعيدة. سعيدة أوي. طب أوكي، هنشوف. اسمع يا دكتور، أنت محامي بدعم حاكم بس مش بهلوان. احنا بقى اللي عايزين البهلوان اللي في السيرك. تصبح على خير يا دكتور، ويا رب تعرف تنام. ايوه يا مامي، ده انت كيادة جدا. يستاهل. بس ما كانش لازم نحذره يا سوما، كنا سيبناها له مفاجأة. انا مع طلعت استعجلتي. بطل هبل منك لو. انا بديله انذار، بخوفه يمكن المؤامرة تفشل. وبعدين بقى انا هروح انام دلوقتي عشان انا عندي سفر بكرة الصبح. انتي مسافرة يا مامي؟ رايحة فين؟ طب اجي معاكي؟ لا حبيبتي، انا عندي مشوار شغل. شغل ايه يا سوما؟ انتي مسافرة على فين؟